الست المدبرة موجودة في كل العصور، هي الست اللي بتعرف تتحكم في بيتها في كل الأمور. احنا النهاردة انتقل الكاميرا المطبخ علشان نعرف رأي الناس ايه أكتر المشاكل اللي بتواجههم في إدارة البيوت. تعالوا نشوف. ايه المشاكل اللي بتواجهك في إدارة البيت؟ ممكن تنظيم الوقت ما بين الشغل وما بين البيت، مشاكل الولاد والمدارس بتاعتهم، الدروس الخصوصيه طبعا اللي احنا فيها طول السنه الدراسيه ما شاء الله علينا، ما فيش وقت خالص ان انت تقدري تخشي المطبخ او تقعدي تخرجي الولاد تفسحيهم. مشاكل في اداره البيت مع موظفه الوقت لا اكتر ولا اقل، وثلاث ارباعه بيبقى في الطريق. طبعا اداره البيت الوقت طبعا ضايق جدا جدا جدا. احنا بالنسبه لنا عندي طبعا ثلاث ولاد، فتوفيق بقى بين البيت والاكل والشرب والدراسه والمذاكره والكلام ده. بالنسبه للوقت بتاعها بيبقى ضيق، وطبعا بتيجي هي من الشغل ان كان بتعمل احتياجات البيت وبتذاكر للولاد وبتنزل تاني يوم الشغل، فطبعا الوقت بيبقى ميت خالص. انا دايما بعتمد عليها هي في موضوع البيت بشكل عام، يعني هي بتبقى مسؤوله عن كل حاجه في البيت وبتتصرف في كل حاجه في البيت. يعني انا ما عليا الا ان انا مثلا ببقى الراجل اللي هو الشيء الطبيعي اللي بينزل يشتغل. ازاي كنت بتقسمي يومك؟ يوم الصبح ما اقوم بروح الشغل، برجع اعمل الاكل والاكل، وبعدين بيجوا ولادي قبل ما يجوا، هما كانوا في مدارس الغلط كلهم، فكنت قبل ما يجوا يعني وكده اكون انا مخلصه كل حاجه. نشوف بقى اول ما يجوا نشوف مذاكرتنا، يتغدوا ونشوف مذاكرتنا، ما كناش بيناموا يعني بصراحه. على قد ما بقدر ان احنا يوم الجمعه بدل ما نخرج في حته ممكن نقعد في النادي، يبقى انا عمل ان احنا خرجنا وقاعدين نعمل الهوم ورك في النادي. اصحى الصبح بروح المدرسه، برجع بخلص بقى حاجه البيت، واذا كنت شويه بريح وبكمل بقى بعد كده يعني الغدا، وبعدين لما بيرجعوا يكون الغدا خلص يتغدوا. مذاكره طبعا مش عارفه يعني طبعا يوم بيبقى قصير كمان. حسب ما برجع مثلا من الشغل لو كنت هعمل غدا او كده الدنيا بتبقى يعني شويه تعب عليا طبعا، بس وبعدين بقى نكون هننزل النادي شويه، ننزل كده بس مفيش حاجه تانيه يعني بتتعمل. وطبعا زي ما شفنا راي الناس والمشاكل اللي بتواجههم في اداره البيوت ما بين تنظيم الوقت والاولاد، بما ان كمان برنامج المطبخ والشيف اسماء ما بتهتمش بس بينا في المطبخ بس، لا كمان بتهتم بينا في اداره مشاكل البيوت. تعالوا نشوف الشيف اسماء هتحلها ازاي.